فيما يخص ملفنا الأول للنقاش، إذن حل إذن العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين بالجزائر في زيارة تدوم ليومين، وكان قد خصه اليوم الأحد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون باستقبال بمقر الرئاسة. إذن لا بأس أن نناقش سبل تعزيز الشراكة بين الجزائر والأردن. نرحب هنا بالضيف الكريم السيد وحيد بطريق المحلل السياسي، أهلا بك أستاذ. وأيضا سيكون لنا إذن عبر تقنية سكايب الضيفة إذن حياة الحريري، باحثة وأستاذة جامعية وعضو مؤسس في BMF للعلوم السياسية والعلاقات الدولية. إذن نبدأ معك أستاذ وحيد بطريق، ربما فيما يخص العلاقات الجزائرية الأردنية، العاهل الأردني قد وصل رسميا إلى الجزائر في زيارة تدوم ليومين. خلينا بداية نتحدث عن هذه العلاقات، ما تقييمكم لهذه العلاقات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. العلاقات الجزائرية الأردنية هي متجدرة في التاريخ، خاصة أيام الثورة الجزائرية إن وقفت الأردن مع الجزائر وتعززت بعد الاستقلال، واليوم هي متجددة في التاريخ. اليوم نشهد هذه الزيارة لها بعد سياسي وجيوسياسي واستراتيجي ولتحقيق الأهداف المرجوة تفعيلها ببرنامج اقتصادي واعد ليخدم الشعوب الجزائرية والأردنية والشعوب العربية. ولا ننسى كذلك هناك خارطة الطريق وضعتها الجامعة العربية فيما يسمى إعلان الجزائر، فيها 5 نقاط، ومنها أذكر منها كذلك القضية الفلسطينية هي القضية المركزية، وكذلك القضية العربية فيما يخص الأمن العربي بمفهومه الشامل، معناه استقرار هذه الدول العربية، أمنها الغذائي التقوي العلمي. زيد على ذلك هناك نظام عالمي جديد يتهندس أو يتشكل من جديد، ولابد للدول العربية أن تكون من مهندسي هذا النظام العالمي حتى لا يفوتها الركب، لأنه لا مكان للضعيف في المستقبل. وللجزائر والأردن كثير من الاتفاقيات أظن ستكون في المستقبل، لأنه كانت هناك شراكة من قبل ولكن تعطلت لأسباب كثيرة، كان هناك كوفيد وكانت هناك فلربما قانون آنذاك لا يسمح لذلك. واليوم هناك قانون للاستثمار وهناك إرادة سياسية قوية وهناك خارطة طريق، ولا ننسى أن في المستقبل القريب هناك شراكة، هناك مؤتمر أو عربي صيني في السعودية، وهذا لو نكون متكتلين ونكون منسجمين سترجع بالفائدة علينا، لأنه المستقبل لا يسمح لنا أن نبقى مفتتين، وهذا لمصلحة كل شعوبنا. طيب أستاذ بطريق ابقى معنا، سنتحدث عن ربما ورقة الطريق المتوقعة من البلدين المستقبلية. لبأس أن ننتقل وإياكم مباشرة إلى ضيفتنا الثانية حياة الحريري، باحثة وأستاذة جامعية وعضو مؤسس في BMF للعلوم السياسية والعلاقات الدولية مباشرة من الأردن. أهلا بك أستاذة حياة الحريري. أهلا فيك، الله يخليك، بس مباشرة من لبنان وليس من الأردن. نعم لا بأس. إذن سنعيد ونذكر، مباشرة من لبنان الأستاذة حياة الحريري. إذن أستاذة حياة، فيما يخص العلاقات الجزائرية الأردنية، ربما كيف تقيمين هذه العلاقات الثنائية، خاصة مع زيارة العاهل الأردني إلى الجزائر في زيارة تدوم إلى يومين، وكنا قد تابعنا أن رئيس الجمهورية كان استقبله، وأيضا كان لقاء جمع العاهل الأردني بعديد ربما بالوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، الفريق أول سعيد الشنقريحة، رئيس المجلس الشعبي ورئيس مجلس الأمة. ربما ما تقييمكم للعلاقات الجزائرية الأردنية؟ تمام. أولا بالطبع يعني عندما نتحدث عن الأردن والجزائر نحن نتحدث عن بلدين لديهما تاريخ طويل من العلاقات المميزة
بدءا من دعم الأردن للجزائر إبان الثورة ودعم حقها في الاستقلال، وبالتالي هذه العلاقات علاقات قديمة تطورت على مدار السنين، وتخللتها طبعا مثل ما هو معلوم يعني اتفاقيات التعاون في عدد من المجالات مثل الصناعة، التجارة، الأشغال، النقل، الشباب، الرياضة، التعليم، الثقافة، مؤخرا الطاقة، أيضا صناعة الأدوية الصيدلانية. إذن العلاقة قديمة جدا، ويجمع بين الأردن والجزائر نقاط عدة، ليس فقط في المواضيع الاقتصادية، بالعكس التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي هو انعكاس لهذه العلاقة، ولكن الأهم هناك محورية لدور الجزائر ودور الأردن في المنطقة العربية، لا سيما فيما يخص القضية الفلسطينية. واليوم أكثر من أي وقت مضى نحن بحاجة أو لابد أن تنعكس وأن تترسخ هذه العلاقة في هذه الملفات كافة في المنطقة، وتحديدا القضية الفلسطينية، لأننا اليوم دخلنا في مرحلة جديدة من الصراع العربي الإسرائيلي، أو يعني نحن ما زلنا في لبنان نعتبره صراع عربي إسرائيلي، ولكن للأسف في المنطقة العربية بعد عمليات التطبيع المتتالية دخل هذا الصراع أو دخلت القضية الفلسطينية في منعطف جديد، في مرحلة جديدة. أيضا دور الجزائر المحوري في موضوع المصالحة الفلسطينية الداخلية، وبالطبع طيب أستاذة حياة الحريري، بما أنك أشرت لدور الجزائر المحوري في ربما حلحلة القضية الفلسطينية مع القمة العربية المنعقدة بالجزائر مؤخرا، رأينا كل هذه المساعي الجزائرية والجهود الحثيثة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على غرار تحقيق لم الشمل الفلسطيني، ربما كيف رأيتم هذه المساعي؟ لا شك أن يعني هذه المساعي ضرورية جدا ومهمة، لأن استمرار الانقسام الفلسطيني أنا أعتبر شخصيا هو المسمار الأول والأقصى في نعش القضية الفلسطينية. يعني لا يمكننا الحديث عن قضية فلسطينية، لا يمكننا الحديث عن الدور العربي في القضية الفلسطينية دون الحديث عن وحدة فلسطينية فلسطينية. إذن الجزائر لعبت الدور الذي يجب أن تلعبه كل الدول العربية في موضوع المصالحة الفلسطينية، لأننا لا نستطيع كما أشرت التكلم عن القضية الفلسطينية ولدينا انقسام داخلي فلسطيني، وهذا الانقسام نحن نعلم أن له تبعات عدة وأسباب عدة داخلية وخارجية، وبالتالي تحاول الجزائر وهذا مهم جدا أن تعيد تصويب البوصلة في العلاقات الفلسطينية ومنها إلى العلاقات الفلسطينية العربية بما يخدم طبعا القضية الفلسطينية، وفي وقت حساس جدا ومفصلي، لأنها كما قلت يعني نتائج الانتخابات الإسرائيلية وما أفرزته من صعود الجماعات المتطرفة، وأيضا إذا بدك انشغال الدول العربية في مشاكلها وموضوع التطبيع. إذن اليوم الجزائر أعادت القضية إلى الواجهة وأعادت تحاول إعادة تصويب البوصلة العربية في القضية المركزية والأساس. لا حل في المنطقة العربية دون حل القضية الفلسطينية. نعم، ابقي معنا الدكتورة حياة الحريري. نعود إلى ضيفنا هنا في الأستوديو الأستاذ وحيد بطريق. لبأس أن نسلط الضوء على إعادة تفعيل آليات التعاون والتحضير لانعقاد الدورة 9 للجنة المشتركة بين الجزائر والأردن. كانت هذه أهم المحاور التي جمعت كل من وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان العمامرة بنظيره الأردني في شهر أكتوبر، إذا تحدثوا عن تفعيل العديد من الاتفاقيات التي نستطيع القول أنه ربما عطلت بسبب جائحة كورونا. ربما اليوم برأيكم على غرار مجال ربما الصناعات الصيدلانية والمجال الصحي، ما هي أبرز المجالات التي يمكن أن تستفيد منها الجزائر من الأردن ويمكن أن تستفيد الأردن من الجزائر؟
الأردن جد هي دولة حبيسة وليس لها بحر إلا بحر الميت على كل حال، وليس لها موارد مثل الغاز والبترول، ولكن استطاعت في وقت وجيز أن تكون رائدة في الطاقة المتجددة بحوالي 29%. الأردن هي جد كذلك متقدمة في أشياء كثيرة، مثلا في الاقتصاد المعرفة، والجزائر هناك وزارة كاملة وعطت أهمية كبيرة، اقتصاد الرقمي اللي هو ربع إنتاج الخام العالمي، زيد على ذلك الأردن لها كذلك السياحة، أقول السياحة الطبية والسياحة الحموية الاستشفائية، وكذلك السياحة الصحراوية. السياحة الصحراوية نحن لنا صحراء شاسعة، في مجال في السياحة الساحلية هناك دول جد متقدمة علينا في جيراننا، ولكن الصحراوية إذا استثمرنا فيها سترجع علينا بالملايير والملايير الدولارات، وترجع علينا بالفائدة وتقلب كل الموازنة. زيد على ذلك الأردن لها خبرة في صناعة الأسمدة، والجزائر لها مخزون كبير، وحسب الخبراء والاجتماع الأخير اللي كان هنا للدول لخبراء الدول العربية، في المستقبل 70% من الأسمدة اللي حتكون هي وفرة للدول العربية هي من الجزائر، لأنه تلعب دور في الأمن الغذائي العالمي وخاصة العربي. إذن كثير من الجزائر لها بترول وغاز، وتستطيع أن تفيد شقيقتها الأردن بالغاز المسال حتى لا تبقى فريسة إلى النظام الغربي أو إلى الكيان الصهيوني. وهنا نكون يكون هناك التكامل بعضنا في بعض، زيد على ذلك فتح خطوط جوية على كل حال بعد ما كانت ما بين الأردن والجزائر، وهناك كذلك تفعيل الدورات أو لرجال الأعمال ما بين الجزائر والأردن. هنا نقول لك راح ندير نقلة نوعية، يعني نشوفوا في التجارة البينية العملية حسابية حوالي 200 مليون دولار، هي جد قليلة، وحوالي 4% ولا حسبنا كل الدول حوالي إلا 14%، هذا جد قليل، لأنه الدول العربية لهم أموال كثيرة ولكن غير مستغلة، والسياق الزمني لا يسمح، لأنه النظام العالمي الجديد يتشكل، لأن لابد علينا أن نكون قوة إقليمية نتفاعل. وكذلك جاء هذا بند من البنود اللي كانت في القمة العربية، أن محيطنا البحر محيطنا المتوسطي ومحيطنا كذلك الأفريقي العربي لابد تفعيله عدة دول إفريقية وهي عربية وهي غير موجودة في الجامعة العربية، تفعيل كل ما يوجد عندنا من خيرات ومن طاقات، راح نصبح من مهندسي هذا النظام العالمي وتكون لنا مكانة. طيب، في المستقبل بما أنك أشرتم إلى نقطة جد مهمة فيما يخص ربما تفعيل كل ما له علاقة بالشراكة الجزائرية الأردنية فيما يخص الأزمة الأوكرانية، ربما كيف تستطيع اليوم الجزائر والأردن إضافة الجديد أو ربما خدمة المنطقة العربية، خاصة أن كل البلدين عضوان في مجموعة الاتصال الوزارية العربية حول الأزمة في أوكرانيا؟ العمل سيكون جماعي كما سيكون كذلك جماعي لإعادة رفع القضية الفلسطينية إلى أروقة الأمم المتحدة لكي تكون عضو دائم في الأمم المتحدة، وتفعيل القرارات الأممية اللي هي بالعشرات وبالعشرات، ولكن الضعف العربي والزمان ما كانش في صالح الجامعة العربية. اليوم الوقت جد مناسب، وقالها محمود عباس لما زار روسيا مؤخرا إلى مؤتمر سيكا، قال لا أثق في المستقبل إلى أمريكا أن تكون لاعب وحيد في القضية الفلسطينية، ولابد تفعيل الرباعية معناه روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وتكون الجامعة العربية هنا قوية تستطيع لعب الدور المحوري والقوي، لأن القضية قضيتنا وليست قضية الآخرين. طيب نعم أستاذ طيب، لا بأس أن ننتقل وإياكم من جديد إلى السكايب مع الأستاذ حياة الحريري، باحثة وأستاذة جامعية وعضو مؤسسية بي ام اف للعلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا بك من جديد معنا دكتورة.
أهلا وسهلا. أهلا. طيب لو نتحدث ربما عن التعاون الجزائري الأردني، خاصة أن كلا البلدين عضوان في مجموعة الاتصال الوزارية العربية حول الأزمة الأوكرانية، ربما كيف يستطيع اليوم كل من الجزائر والأردن تنسيق التعاون بينهما، خاصة في المتغيرات الجيوسياسية التي تحدث في المنطقة أو في العالم؟ صحيح، لا شك أن اليوم هذا التعاون الأردني الجزائري تكمن أيضا يعني إحدى أوجه أهمية هذا التعاون، أنها تعيد ترسيخ فكرة ضرورة التعاون العربي في المنطقة، لا سيما كما أشرت حضرتك إلى موضوع الأزمات الدولية، لا سيما الحرب الأوكرانية الروسية التي أرخت بظلالها على العالم، وهي كشفت إذا صح القول هشاشة النظام العالمي. يعني اليوم كل العالم تقريبا يعاني من أزمة طاقة، يعاني من أزمات اقتصادية متعددة مرشحة للتفاقم نتيجة هذه الحرب. إذن نحن اليوم كمنطقة عربية لدينا موارد طبيعية كثيرة، ولكن للأسف هذه الموارد غير مستثمرة بالشكل الصحيح، إما بسبب الحروب كالاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وأيضا الدور الإسرائيلي في الموارد الأردنية، ونحن نعلم كم يعاني الأردن من السيطرة الصهيونية في التحكم في بعض الأمور، وخاصة أزمة المياه والطاقة وغيرها من الأمور. إذن اليوم في هذه المتغيرات نحن بحاجة إلى وحدة عربية فاعلة، وليس فقط على مستوى الخطابات والمؤتمرات، وهنا تكمن أهمية هذا التعاون. الجزائر اليوم تفرض تعاونا فاعلا ونموذجا يجب أن يعمم على كل الدول العربية. اليوم الأردن هي أيضا يعيش الأردن خطرا وجوديا، يعني لا يجب أن نستخف به بسبب السياسات الإسرائيلية وبسبب الضغوطات الغربية لا سيما من الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة الالتحاق بالركب الغربي إذا صح القول في كل المجالات، ضمنيا وأهمها في الموضوع الفلسطيني وفي الرضوخ للشروط الإسرائيلية. هذا الدعم اليوم من الجزائر في لحظة مفصلية في العالم عساه يكون حافزا لكل دول المنطقة للاتحاد. ونحن يعني أيضا هناك الرمزية الجغرافية، نتكلم عن موقع الأردن الجغرافي، ونتكلم أيضا عن موقع الجزائر كدولة فاعلة في المغرب العربي، ودور المغرب العربي الذي يجب أن يلعبه وهو يلعبه من خلال الجزائر كراعي للمصالح العربية وكحامي وناصر بالدرجة الأولى للقضايا العربية في ظل غياب دول تقليديا كانت هي السباقة إلى لعب هذا الدور الجامع. ولهذا يعني هذا التعاون محوري جدا، مهم جدا، لن يعجب طبعا الغرب، لن يعجب طبعا العدو الإسرائيلي، ولكن علينا أن ندعمه وأن نضيء عليه، وعلى الشعوب العربية أيضا أن تتلقفه والإعلام العربي والدول الأخرى للبناء عليه. طيب دكتورة حياة الحريري، ربما أسألك سؤالا ختاميا فيما يتعلق بالدور المحوري الذي تلعبه الجزائر. عام 2022 نستطيع القول أنه الجزائر لعبت دورا هاما دبلوماسيا، واستطاعت ربما يعني إعادة أو إحياء دبلوماسيتها بقوة في القارة الإفريقية وفي المنطقة العربية، خاصة مع القمة العربية. ربما اليوم كيف ترون هذا الدور المحوري للجزائر في المنطقة العربية، خاصة مع التغيرات التي تحدث في العالم، وأيضا في حلحلة القضايا العادلة كالقضية الفلسطينية؟ لا شك أن الجزائر عانت ما عانته من مشاكل وضغوطات خارجية نتيجة إذا بدك سياستها الواضحة وقناعاتها بضرورة الوحدة العربية والأهم، وخاصة وتحديدا بموضوع القضية الفلسطينية. إذن اليوم الجزائر
في مرحلة نعاني في منطقتنا العربية من انقسام عربي للأسف، ومن تغييب للمصالح المشتركة العربية على حساب مصالح خاصة لكل دولة، وانغماس الدول العربية في صراعاتها إن كان في المنطقة أو بين بعضها البعض. إذن يأتي دور الجزائر في مرحلة مهمة جدا، وفرضت الجزائر نفسها كلاعب أساسي ومحوري في المنطقة العربية. بالطبع لن هذا الدور مرور الكرام، ربما ستتعرض الجزائر إلى مزيد من الضغوط، ونحن رأينا أيضا في القمة العربية مقاطعة عدد من الدول العربية لهذه القمة، وهذا يجب التوقف عنه، وهذا دليل على حجم الضغوطات الخارجية التي تتعرض لها الدول العربية لمنع الوحدة العربية ولمنع قرار عربي موحد. وهنا أهمية الجزائر، وهنا دور الجزائر الهام في كسر هذه الضغوطات، وفي فتح قنوات اتصال مع دول عربية، وفي التدخل الإيجابي لحلحلة القضايا العربية العالقة. وهنا نعيد أيضا يعني نوصل هذا الموضوع بموضوع العلاقات التاريخية مع الأردن وأهمية تثبيتها وترسيخها، لأن أمن فلسطين من أمن الأردن، وأمن الأردن من أمن فلسطين، وأمن المنطقة العربية من يعني أمن الأردن من أمن الجزائر، وأمن الجزائر من أمن الأردن ولبنان. إذن كلنا في مكان ما، أمننا جميعا مرتبط ببعضه البعض، وكلما توحدنا كلما استعدنا بعضا من قرار عربي ضعيف في ضعف في السنوات القليلة الماضية لسنين طويلة. ونتمنى أن تنجح الجزائر في هذه المساعي، وهي المؤتمنة على قضايا العربية، وقد أثبت التاريخ ذلك، وخاصة في موضوع القضية الفلسطينية التي إن وجد حل لها ارتحنا جميعا. يعني اليوم لا يمكن أن نتكلم عن منطقة عربية مستقرة ومزدهرة اقتصاديا وصحية من دون أن نتطرق إلى القضية الفلسطينية، أو في ظل الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. نعم، الباحثة والأستاذة الجامعية وعضو مؤسس في البي ام اف للعلوم السياسية والدولية الأستاذة حياة الحريري، نشكرك على كل الشروحات التي قدمتها لنا. شكرا، شكرا لك. بأس مشاهدينا الكرام أن نرحب بالأستاذ فريد بن يحيى، الخبير الاقتصادي ومختص في العلاقات الدولية والدبلوماسية. أهلا بك أستاذ معنا. أهلا بك. إذن أستاذ فريد بن يحيى، فيما يخص زيارة العاهل الأردني للجزائر، إذن خلينا ربما نتحدث بداية عن التعاون الاقتصادي بين الجزائر والأردن، خاصة أنه الأردن يعتبر الشريك السادس للجزائر على المستوى العربي. ربما السؤال اليوم أستاذ فريد بن يحيى، كيف يمكن للبلدين أن يستفيدا من بعضهما البعض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي المفكرين الكريم وكذلك المستمعين الكرام. العلاقات الجزائرية مع المملكة الهاشمية الأردنية هي بالطبع علاقات تاريخية منذ إبان الثورة التحريرية، والجزائر دائما كانت بجنب الأردن يعني في الأزمات يعني خاصة صعبة، لكن ربما الأردن بلد ما فيش ثروات طبيعية كبيرة، يعني لا يحتوي على البترول ولا الغاز ولا ربما بعض المعادن القليلة جدا يعني في الأردن، لكن ما يمنعش هذا أنه الأردن طور في بعض الصناعات الصيدلانية، بعض الصناعات المتوسطة، كذلك في الخدمات البنكية والتأمينات والطب وغيرها والسياحة غيرها والطيران، يعني تطور كثير. التبادلات التجارية بين الجزائر والأردن ما تتجاوزش 180 مليون دولار ل 220 مليون، يعني بين هذا الفرق يعني مش كبير كثير. لكن الجزائر كيفاش تستفاد من الأردن والأردن كيفاش من الجزائر؟ حسب اعتقادي أن الأردن الآن، ما ننساوش أن التكوين الأردني هي عشائر أردنية، يعني كثير من العشائر 100 او 200 قبيله، يعني العشائر الاردنيه والعشائر الاردنيه مقسومه، يعني كثير منها تابعين للملك حسين، الراحل حسين، وكذلك الملك عبد الله. فالان الاردن يمر بازمه ربما اقتصاديه خانقه نوعا ما، يعني الان وضعيه في العالم ككل بعد كوفيد 19 والحرب الاوكرانيه الروسيه،
عندها أثار سلبية على كثير من الدول العربية، خاصة البلدان غير مصدرة للنفط. يعني الأردن يعتبر من هذه المجموعة. فالأردن الآن لابد أن الجزائر دعمه، لأنه في القمة العربية تفهمت كل الدول العربية اللي عندها البترول والغاز أنهم يدعموا الدول اللي ما عندهاش البترول والغاز. نقطة أخرى، إذا كان الأردن ممكن أنه يحتاج أموال، لأنه يحتاج منطقة تكون مستقرة مقابل فلسطين، لأنه ما ننساوش أنه 50% 55% من العنصر البشري الأردني هم فلسطيني الأصل. طيب أستاذ فريد بن يحيى، ربما للنقاش وإثراء المعلومات أكثر حول التعاون بين الجزائر والأردن، لا بأس مشاهدينا الكرام أن نشير إلى الهام الظاهر أسفل الشاشة. إذن رئيس الجمهورية وملك الأردن يوقعان عددا من الاتفاقيات والمذكرات المشتركة بين البلدين. الاتفاقيات تضمنت مشروع تعاون مشترك بين وكالتي أنباء البلدين، وأيضا تضمنت الاتفاقيات مشروع اتفاق حول مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية. طيب أستاذ فريد بن يحيى، اطلعتم الآن مباشرة معنا على بعض من الاتفاقيات والمذكرات الموقعة بين البلدين، خلينا نبدأ بشق ربما مشروع التعاون المشترك بين وكالتي الأنباء البلدين المشتركة، كيف سيخدم هذا المشروع البلدين؟ بالطبع يكون في تبادل المعلومات يعني الصحفية وكذا نحو الأردن وعكس ذلك، يعني تكون فيه يعني تنسيق معلوماتي ما بين الجزائر والأردن يعني في الإطار هذا، وممكن أن تكون تبادل معلومات ربما حتى في الشق الأمني. يعني نقطة أخرى كذلك، الشيء اللي هم هو أنه الأردن الآن ربما محتاج إلى أموال، يعني أموال، فالجزائر عندها أموال الآن ممكن أنها تقرض الأردن يعني بقيمة معينة، مش عارف شحال القيمة اللي تكون فيه تفاهم بين رئيس الجمهورية وملك المغرب ملك عفوا الأردن. والآن إذا كان فيه تفاهم بين البعض، الجزائر عندها شروط سياسية، فبالطبع لابد أن المواقف السياسية الأردن تتماشى مع المواقف السياسية الجزائر، لأن الجزائر تعتبر هي في الطالعة الموقف انتهى مع فلسطين والأمور كلها، وبطبع الشعب الأردني أغلبيته فلسطينيين والضفة الغربية وكل قطاع غزة ورام الله كله يحترم الجزائر على الموقف انتهى. إذن فملك الأردن يعي جيدا هذا الأمر، يعني يعي جيدا، وهو يحتاج إلى الأخ الأكبر هي الجزائر، يعني الجزائر على أنها تدعمه في الأمور يعني المالية في اللحظة هذه، لأنه رانا نعيش في عسرة دولية من ناحية المالية الاقتصادية. وبالطبع الأردن راح يكون عنده مواقف يعني تمشي مع المصالح السياسية الجزائرية، وهي مصالح للشعب الفلسطيني أولا، لأنه يعني الأردن احنا بالنسبة لنا لابد أن نترك الأردن يعني في مواجهة يعني الصعوبات المالية والاقتصادية، مهما يكون هذا شعب عربي، شعب عندنا مواقف معاه، شعب وقف مع الملك قبل في الثورة مع الجزائر. إذن فنحن نمشي في الإطار هذا، وممكن يكون في تعامل آخر ربما في قطاع ربما صناعة أدوية أو ربما الطب أو ربما سياحة في بعض الأمور هكذا، لكن الأهم شيء هو المواقف السياسية. بالطبع هو محتاج إلى دعم الجزائر دعم مالي، والجزائر تحتاج مواقف سياسية، إذن راح يكون تفاهم في الأمر هذا إن شاء الله. طيب نعود إليك أستاذ وحيد بطريق فيما يخص توقيع الجزائر والأردن على مشروع اتفاق حول مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية. ربما اليوم أستاذ بطريق فيما يخص المشاورات السياسية الثنائية، ما هي توقعاتكم؟ المشاورات السياسية جد مهمة، لنسان لما كان ترامب على كل حال بمشروعه المعروف للتطبيع يعني خلق شرخ كبير داخل الجامعة العربية. هناك مشروع متصهين تقوده دول غربية ويتفتيت وبقاء هذه الدول العربية مشتتة، لأن الدول العربية معروف تاريخيا ونعرف وش معناتها مؤتمر كامبل رئيس الوزراء البريطاني السابق عن تخطيط للدول العربية، لأن عندها كل موارد طبيعية وعندها الشمس والطاقة وعندها الجغرافيا وعندها 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 كثير، وأعطاها كل ما وهب الله من خيرات أن تكون القاطرة للنهضة وقاطرة للمجتمعات ولمجتمعها. إذن لابد هذا التنسيق السياسي حتى نكون، لأن التنسيق السياسي هو جد مهم،
والتناغم والتنسيق كذلك الإعلامي يكون جد مهم حتى نتماشى مع ما يتمناه وما يطلبه وما الشعوب العربية، خدمة أولا للأنظمة، هذه واحدة ملوك وأمراء وجمهوريات، وخدمة كذلك للشعوب وخدمة للمستقبل، لأنه ماهوش مسموح لنا خاصة في الوقت هذا أننا نغلط على كل حال سياسيا أو في نغلط سياسيا، وزيد على ذلك لما جت الحرب العالمية الثانية الدول العربية والأسيوية أغلبيتها والأفريقية لم يكونوا موجودين في هذا النظام العالمي. اليوم النظام العالمي يتشكل من جديد، ولابد نكون فاعلين وليس مفعول بنا، لأنه المستقبل لا يرحم الضعيف، والمستقبل راح تكون فيه تكتلات من هنا ومن هناك، إقليمية جهوية دولية، واللي ما يكونش داخل هذه التكتلات راح يصبح من الماضي ويصبح لقمة صغيرة. الأردن كذلك الموقع الجغرافي نتاعها هو جد خطير وجد مهم في نفس الوقت. يعني خطير لأنه هو مجاور للكيان الصهيوني، وخطير كذلك لأنه هذا الكيان يكل له الأشياء الكثيرة. لو لا قدر الله لو النظام العالمي يبقى أحادي القطب راح يكون له مشاكل كبيرة، وكذلك وهو جد استراتيجي بالنسبة لنا، وهذا لنصرة القضية الفلسطينية. حوالي مليون فلسطيني من أصول فلسطينية يعيشون في الأردن، ونحتاج الأردن كثير، ولكن لا نترك الأردن كذلك رهينة وهو يعيش في أزمة مالية مع غلاء المعيشة وغلاء أسعار البترول والغاز، يعيش في أزمة على كل حال، وله ديون كبيرة، ولابد نقف مع الأردن حتى ننسق أعمالنا في خدمة لمصلحة لمصلحة شعوبنا ولمصلحة القضية الفلسطينية والشعوب العربية. طيب، لا بأس أن نشير من جديد إلى الهام الظاهر أسفل الشاشة. إذن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أجرى محادثات على انفراد مع الملك الأردني بمقر الرئاسة، وكان قد خص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ملك الأردن عبد الله الثاني باستقبال رسمي بمقر الرئاسة. إذن الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين ترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية بمقام الشهيد، وأيضا زار المتحف الوطني للمجاهد رفقة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد رمضان لعمامرة. هذا وترأس كل من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والملك الأردني محادثات موسعة بحضور وفدي البلدين، ووقع على عدد من الاتفاقيات والمذكرات. الاتفاقيات إذن تضمنت مشروع تعاون مشترك بين وكالتي أنباء البلدين، مشروع اتفاق حول مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية، ومشروع اتفاق حول مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية، وأيضا مشروع اتفاق حول إعفاء متبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، وأيضا مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية والمعهد الدبلوماسي الأردني. هذا إذن فيما يخص الاتفاقيات والمذكرات الموقعة بين كل من الجزائر والأردن على هامش المحادثات التي يجريها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والملك الأردني. إذن أستاذ فريد بن يحيى، مثل ما تابعتم معنا الآن، عفوا أستاذنا، فيما يخص ربما هذه الاتفاقيات الموقعة، نرى أنه حيز كبير للشق السياسي والدبلوماسي، ربما اليوم ما هي قراءتكم لهذه الاتفاقيات؟ هي تدخل في اتفاقيات سياسية يعني عميقة بالنسبة لبناء البيت العربي، لأنه البيت العربي رأى كثير من مشاكل يعني منذ عدة سنوات، وذلك لمواقف سياسية متناقضة بالنسبة للقضية الفلسطينية وبالنسبة لقضايا عربية أخرى مهمة. إذن فالآن الجزائر بالدبلوماسية على رأسها رئيس الجمهورية لعب دور كبير يعني بالنسبة لاجتماع القمة العربية، والآن بالطبع راح تتجسد خطوات أخرى للعمل الميداني حتى ننصر القضية الفلسطينية، أنه تكون الدولة الفلسطينية معترف بها كاملا في الأمم المتحدة، وكذلك لإعادة المفاوضات
مع الكيان الإسرائيلي للخروج من هذا البقعة، لأنه تبقى منطقة توتر كبيرة جدا، وإذا لم تكن هناك اتفاقيات فممكن أنه نذهب إلى مشاكل سياسية صعبة. أما بالنسبة للأردن فبالطبع هو محاط من جهة الجغرافية بدول ربما فيها توترات، خاصة فلسطين، من جهة أخرى كذلك لبنان التي تعيش أزمة اقتصادية خانقة. والآن الشيء اللي نرى فيه أنه الجزائر ممكن أنها تساعد هذا البلد كما قلت ماليا واقتصاديا، يعني بالنسبة ربما أو طاقويا بالنسبة للاقتصاد، وماليا كذلك حتى يخرج من أزمة. لكن علينا أن نتشاور يعني فيما بيننا، لأنه في أموال عربية كبيرة جدا. صحيح. علينا الآن في المستقبل أن هذه الأموال تصرف في الدول العربية ككل، يعني تكون في استراتيجيات وغيرها. نحن في عالم نهاية العولمة وذاهبين إلى عالم متعدد الأقطاب، إذن فالجزائر ممكن أنها تلعب دور محوري في القارة الإفريقية وفي شمال إفريقيا وفي العمق العربي وفي البحر المتوسط. إذن الجزائر عندها أوراق كبيرة جدا، والدخول نتاعنا كذلك في منظمة بريكس وربما في المستقبل إلى منظمة الأوسياس، منظمة منتدى شنغهاي، راح يخلي الجزائر تقفز قفزات يعني دبلوماسية وسياسية. تبقى إلا الشطر الاقتصادي، علينا أن نوضع القطار في السكة الصحيحة للانطلاق القوي للاقتصاد، لأن الجزائر عندها كل الإمكانيات وكل الثروات، يعني بتكون انطلاقة قوية جدا. إذن فالآن الأردن تعي هذا الأمر جيدا، وبالطبع الحلول السياسية ما بين الأمة العربية ككل راح تكون فيها يعني بادرة خير حتى تسنى لنا أن نتجاوز الخلافات، وعلى أن الأموال تاعنا وكلها اللي موجودة الآن في العالم العربي أنها تستثمر يعني في الدول العربية ككل. والجزائر بالطبع ربما حتى إذا كانت خلافات الآن ربما ما بين المملكة الهاشمية الأردنية وبعض دول الخليج، فالجزائر لابد أنها تعمل على ترقيع هذا الأمر هذا للذهاب مضيّن في المستقبل للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية التي تحاط بالعالم العربي ككل. طيب ابقى معنا دكتور، نعود إليك أستاذ بطريق فيما يخص هذه الاتفاقيات الموقعة بين كل من الجزائر والأردن، ربما ما هي قراءتكم لها؟ الاتفاقية كانت منتظرة على كل حال، وننتظر تنتهي هذه المشاورات وتنتهي ويكون هناك البيان الختامي، وننتظر الأحسن في المستقبل، لأنه محكوم علينا، أقول محكوم علينا، والأمر بالنسبة لنا هو وجودي. والجزائر كما قال الأستاذ لها أوراق كثيرة، واليوم مع انطلاق مشروع الكبير على كل حال مع الصين، المشاريع الكبرى في غرج بلاد وفي الفوسفات في 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 تبسة وفي ميناء الحمادنية في تيبازا، اللي حتكون سي لو راح يكون لو تريونغ، يعني اللي راح يجمع ما بين الدول الاسيويه والاوروبيه والافريقيه، يعني راح يخلق ثروات كبيره، راح يقلب الموازنه. الموقع الجغرافي للجزائر والمقاف الاخيره ودخولها وطالب دخولها الى البريسك، والعلاقات الجيده مع الشركاء القدماء مثل الصين وروسيا، وكذلك التوقيع الاستراتيجي اللي قام به السيد العمامرة في 18 مارس 2022 في الصين. هذه المواقع، وكذلك نشوفوا كذلك التصريحات الأخيرة للسيد العمامرة في منتدى المتوسطين الموجود في روما، لما يقول المشاكل الدول العربية تحل عربيا والمشاكل الأفريقية تحل عربيا، معناه هو رفع السقف. ولنا الآن اليوم الجزائر لها رؤية ولها بعد وعندها استراتيجية، وكذلك نشوف البوند الثالث في الجامعة العربية كيف عصرنت عمل الجامعة العربية، لأنه الآلية اللي تعمل بها الدول العربية بقت الوحيدة اللي تعمل بها هذه الطريقة القديمة البالية اللي ما صبحتش تعمل بها أغلبية المنظمات الإقليمية. اليوم محكوم علينا، أقول محكوم علينا وجودنا، أن تفق مع على الأردن أن كذلك تفعل ما عليها، لأنه بعدها الاستراتيجي وبعدها الجيوسياسي وهو مع الدول العربية. الجزائر الرئيس تبون زيارة نتاعو بعد ألمانيا، على كل حال في الخارجات نتاعو بعد ألمانيا، وهذا للقضية اللي من أجل
في برلين 2 على كل حال، وواحد واثنين هذا القضية الليبية، وبعدها مشى إلى أديس أبابا، وبعدها إلى الدول العربية. أعطى قبل ما يمشي إلى دول أخرى، أعطى التقل نتاعو، لأنه هو بعدنا العادي الاستراتيجي، وبعدنا كذلك عمقنا الاستراتيجي الدول العربية. اليوم كذلك الزيارة لملك الأردن كذلك لقطع الشك باليقين على الذين يسبحون في المياه العاكرة، العلاقات جيدة، وننتظر اتفاقيات أخرى، لأنه قلت لك الأردن هي جد جد متطورة من بين الدول العربية في كثير من المجالات: الصيدلانية، الفندقة، السياحة الصحراوية، السياحة الحموية، الشفائية، الكثير من الأشياء، رغم أنها دولة حبيسة، وكذلك اقتصاد المعرفة، وكذلك الرقمنة اللي هي حوالي ربع مليون، ربع إنتاج الخام العالمي، وهي في الرقمنة. والجزائر لها كذلك وزارة في النوع هذا. اليوم عندنا كثير من الأشياء نستطيع أن نتفاعل بعضها في بعض. بدينا بالأمور السياسية، والسياسية هي جد مهمة. لما تكون الخطوط العريضة السياسية الركائز انتها راح تكون اقتصادية، لأنه الاقتصاد هو اللي يخلي القضايا السياسية تستقر، لأنه بعد كي نقول الاقتصاد معناه ضخ أموال، ضخ أموال معناتها إنتاج، معناتها استقرار تجاري اقتصادي، معناتها منفعة عامة، معناتها استقرار سياسي وجيوسياسي واستراتيجي. بما أنكم أشرتم إلى نقطة الاستقرار السياسي، العاهل الأردني قبل زيارته للجزائر كان في زيارة لمصر، وفي محادثات ثنائية بينه وبين الرئيس المصري كان قد أكد على ضرورة تقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة. اليوم بعد مساعي الجزائر الحثيثة على غرار ربما تحقيق لم الشمل الفلسطيني، وجعل القضية الفلسطينية محور في قمة الجزائر، وأيضا ربما المساعي المستقبلية للجزائر لإدراجها في كعضو دائم في الأمم المتحدة، ربما هل ترون اليوم أن القضية الفلسطينية أصبحت تدول نوعا ما عالميا وعربيا، خاصة بعد قمة الجزائر؟ قالها أبو مدين رحمه الله يومها: إن القضية الفلسطينية هي اللي هي القنبلة اللي تفجر هذا البيت العربي، وهي الإسمنت الذي يوحد الدول العربية. اليوم لم الشمل في الجزائر للفصائل الفلسطينية كان القاطرة للقطار العربي، كان القاطرة للقطار العربي. اليوم ما اليوم هذا القطار أنا في رأيي انطلق، ولابد كما يقولوا واحد المثل اللي يقول لك لا فواتور اين في فوان بون ميكانيسيان بور اونلفي سو غران دو سابل بو كو لو موتور تورن. اذا القطار واجد، عندنا كل ما لابد، عندنا كل ما وهبنا الله اياه ان نكون قطار يعني فاعل في النظام العالمي ولمنفعه الشعوب. اليوم القضيه الفلسطينيه بعد لم الشمل على كل حال هناك تسهيلات راح تكون، وهناك خطوات للدول العربية للتقارب بعضهم ببعض، والقضية الفلسطينية راح تأخذ مجرى آخر، وخاصة في أروقة الأمم المتحدة، لتكون عضو دائم، وتفعل القرارات الأممية، وهي بالعشرات كما قال السيد محمود عباس، هي بالعشرات ولكن هي مدرجة في الأمم المتحدة. نشوف اليوم كذلك تسويق هذا تكلمت عليه السيد العمامرة في تصريح مؤخرا في منتدى الأخير هذا عنده 24 أو 12 ساعة يتكلم غير معقول. هذا المنبر تاع الأمم المتحدة اللي تخرج منه قرارات ولكن تجسد في دول ما، ولكن في دول أخرى تبقى حبيسة أدراج الأمم المتحدة، هذا غير معقول، ولهذا النظام العالمي يتشكل. قالها بصوت عالي، معناه هناك السيد العمامرة يسوق لهذه القضية، وزيد سيد العمامرة كذلك يمثل الجزائر، يتم الجميع، والجزائر وهي اليوم تقود الجامعة العربية. إذن الجزائر انطلقت بقوة
في خدمة، أولا خدمة للوطن وخدمة للأشقاء وخدمة لهذا القطاع العربي أو المنبر الإقليمي وخدمة الإنسانية والنظام نعم. العالمي واستقرار النظام الإقليمي والعالمي. نعم، نأتي إليك دكتور فريدة بن يحيى فيما يخص نفس النقطة التي ناقشناها مع الأستاذ بطريق فيما يخص ربما القضية الفلسطينية ومساعي الجزائر الحثيثة. ربما منذ انعقاد القمة العربية بالجزائر رأينا تحركات عديدة فيما يخص القضية الفلسطينية، خاصة ربما في التغيرات التي تحدث في المنطقة. اليوم أصبح على العرب الاتحاد، ربما خاصة أنه اليوم الدور العربي بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وإشكالية الطاقة التي تعاني منها الدول الأوروبية، أصبحنا نرى أنه المنطقة العربية عادت لقوتها، وأيضا القضية الفلسطينية ربما استعادت بريقها. هل نستطيع القول أنه هذا ربما بفضل الدور المحوري للجزائر الذي كانت الراعية للقضية الفلسطينية من قبل القمة مرورا إلى القمة وبعد القمة؟ الجزائر محتضنة القضية الفلسطينية يعني رئيس بن بلة من قبل، يعني الجزائر عملت خطوات كبيرة في الميدان هذا. ما ننساوش أنه الآن الموقف الآن موسكو تكلمت على رأس لسان بيسكوف، يعني واحد من كبار المستشارين لفلاديمير بوتين، بعدم بيع البترول إلى أوروبا. فبالطبع العالم العربي الآن يصب عنده وزن، يعني الآن صراع كبير ما بين أوروبا وروسيا الاتحادية على الحرب الأوكرانية. نقطة أخرى كذلك ربما أشار لها الزميل، وهي الأمر على وزارة خارجية، لأن المحرك الأساسي للدبلوماسية هي السياسة، يعني رئاسة الجمهورية، وسيد وزير الخارجية قام بالدور نتاعه. الآن يتكلم على نظام عالمي جديد يعني متعدد الأقطاب، لأنه القانون الدولي لم يطبق في الأمم المتحدة، ولم يطبق إلا على ربما دول ضعاف. أما الدول الأخرى التي عندها سند مع الولايات المتحدة الأمريكية فلم يطبق عليها، وعلى أصها الكيان الإسرائيلي. إذن فالآن العالم النظام العالمي الجديد أو العالم متعدد الأقطاب ليطبق القانون الدولي، يعني على كل دولة أنها تحترم القانون الدولي، لأن الولايات المتحدة تخرج قوانين لكن لا تحترمها. وبالطبع كل حلفاء انتحى خاصة بالنسبة لها كإسرائيلي، أنه عمل كثير من الاتفاق وكثير من البنود لم تطبق، يعني والشعب الفلسطيني ما زال يعاني، يهجر، يقتل، يشرد، يعني حتى اليوم. إذن فسبعين سنة من التشريد ومن القتل، يعني حتى العالم ككل حتى الإسرائيليين الآن قالوا يعني الأمور هي صعبة جدا بالنسبة لنا، ومن المستحيل يعني خرجوا حتى ضد الحكومات نتاعهم. إذن ففيه وعي عالمي جديد على الأمر هذا. ما ننساوش أنه كذلك عودة المقاومة الفلسطينية بقوة، يعني شفنا كتائب عز الدين القسام والجهاد وكثير من الحركات الموجودة كمقاومة ممكن أنها ترجع بقوة، لأنه في السابق كان أبو عمار، نايف حواس، ماجور حابس، شغلها من القيادات الفلسطينية، قاموا بعمليات كثيرة في العالم. الآن بعد اتفاقية أوسلو فبالطبع يعني ربما رجعت الفلسطيني وراء، يعني لكن كثير من الشباب الآن الفلسطيني تغير، يرى العالم بنظرة أخرى ومستعد أنه يضحي بنفسه بكل ما يملك لتحرير القدس ولتحرير فلسطين. نحن في الجزائر ندالي بحل الدولتين، يعني دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وبالطبع الدولة الأخرى تكون للكيان الإسرائيلي. لكن إذا استمرت الأمور على حالها وبالطبع المقاومة ستأخذ أسلحة، وبالطبع الإسرائيل راح تدفع ثمن غالي جدا. إذن فالآن العالم متعدد الأقطاب، ممكن أن تكون فيها روسيا الاتحادية، فيها الصين، فيه الدول الأخرى لتنشأ، ممكن أن الدول العربية تكون متحدة مع بعض البعض، ما يدري ربما بعد 15 سنة وتكون في اتحاد أكبر وتصبح كقوة إقليمية. وبالطبع لأن أوروبا تعرف أنها عاجزة لأن ما عندهاش ثروات، وبالطبع الأموال تاعها المستثمرة كلها أموال أمريكية، أغلبية الأموال اللي موجودة في الشركات الكبرى الألمانية أو الفرنسية كلها أمريكية. إذن فالآن بذهاب هذا الوزن يعني نتاع البترول والغاز، حتى المملكة العربية السعودية بدأت تغير من موقفها مع الولايات المتحدة الأمريكية. إذن فالآن رانا ماشيين إلى عالم آخر، عالم تسود فيه يعني القانون الدولي، والجزائر تسعى لهذا الأمر، لأن الجزائر عانت كثير يعني من استعمار الفرنسي وكذلك ربما من كثير من الأمور. والجزائر دائما في القاطرة أو في الطالعة لتحرير الشعوب، سواء كان ملف الفلسطيني أو ملف الصحراء الغربية أو أي ملف في العالم، الجزائر دائما حاضنة للحركات التحررية في العالم.
طيب، في ذات السياق الدكتور فريد بن يحيى، فيما يخص الدور أو مسار الجزائر، نحن اليوم على مقربة من اختتام عام 2022، الجزائر كان لها دور محوري خلال هذا العام وعودة قوية للساحة الدبلوماسية، خاصة أنه كان في تثمين من عديد القادة العرب. اليوم كيف تقيمون هذا المسار الدبلوماسي الذي انتهجته الجزائر، التي سمح لها ربما بالعودة إلى الساحة الدولية؟ الجزائر أولاً عندها تاريخ، عندها وزن تاريخي كبير، يعني الدول العربية، لما تمشي الدول العربية تعرف الوزن الثوري اللي خلاهن الأجداد نتاعنا والأباء نتاعنا بالنسبة للثورة التحريرية، إذا المحترمة من المحيط الخليج، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الجزائر عاشت العصر الذهبي، والجزائر يعني كدولة دخلنا حتى في القضايا المعقدة، يعني أمور معقدة يعني في العالم، خاصة بالنسبة لتحرير الرهائن الأمريكيين في السفارة الإيرانية. صحيح. الجزائر لعب الدور، كذلك الخميني كان راح يطرد من باريس في عهد جيسكار ديستان، والرئيس هو البومدين قبل أنه يدخل إلى الجزائر، وبعدها صارت الثورة الإيرانية. الجزائر دخلت كذلك في ملف مالي، دخلت في ملف إريتريا، حتى في عهد الرئيس بن بلا كانت فيه ربما سوء تفاهم بين موسكو وبكين في عهد ماو تي تونغ، ورئيس بن بلا لعب دور يعني كوسيط. إذا الجزائر عندها رصيد دبلوماسي كبير جدا، إذا فالآن هذا الرصيد كله هذا بما يسمى بالرأسمال الدبلوماسي الجزائري. الآن رأس الدبلوماسي الجزائري تدخل بالطبع فيه السياسة اللي هي المحرك، هي رئاسة الجمهورية، تدخل فيه الأمن، يعني كل الأجهزة الأمنية اللي تلعب الدور يعني وراء الستار، وفيه كذلك العنصر الدبلوماسي، كل هذا يشكلوا هذه الدفع القوي للجزائر. إذن فالجزائر الآن تريد أن تعود بقوة، بالطبع لابد أن نتكلم العودة السياسية والدبلوماسية إلى العالم العربي الإفريقي، لابد أن نرافقها بتطور اقتصادي قوي، لأنه إذا ما رافقناش باقتصاد قوي فبالطبع هذا مش راح يعطي نتائج في المستقبل. إذن فعلينا الآن أن تكون في انطلاقة قوية للاقتصاد نتاعنا ماشية متوازية مع الشق أو التطور أو النجاح الدبلوماسي اللي حققته الجزائر الآن. طيب، فيما يخص الشق الاقتصادي، شهدنا أيضا نمو ملحوظ للاقتصاد الجزائري مقارنة بما يحدث في دول العالم. الوزير الأول كان أيضا أشار أنه ربما 2022 كانت الانطلاقة، 2023 ستكون ربما قوة اقتصادية للجزائر. شوفي، أنا بالنسبة لي لابد أن نكون حذرين من هذا الكلام السياسي، لأنه علاش؟ الجزائر عندها كل إمكانيات باش تكون قوة اقتصادية، كل إمكانيات. الآن عندنا الحرب الأوكرانية اللي سهلت لنا في رفع الأسعار، وبالطبع بعض اكتشافات السونتراك، لكن الاقتصاد خارج المحروقات في الصادرات ما عندناش حتى اليوم. نتكلم بلغة الصراحة، حتى لما نتكلموا على 5 مليار دولار فهي لا تشكل يعني بالنسبة لقوة أو وزن كيما الجزائر، يعني الجزائر لابد بلد تصدر 30 40 50 مليار دولار خارج المحروقات. شفنا دول ما عندها حتى إمكانيات كيما تركيا ما عندها البترول والغاز وش تصدر، إيران كذلك تحت العقوبات، ماليزيا وغيرها من دول، حتى كوريا الجنوبية اللي كانت في نفس المستوى تاع الجزائر، إسبانيا اللي كانت الجزائر ربما أحسن منها في كثير من الميادين. إذا فلما نتكلموا كهدف يعني فيه نية حسنة أو فيه نية أو فيه مبادرة لانطلاق اقتصاد قوي، احنا نتمنى هذا، لأنه الآن نقول بكل صراحة فيه مبادرات أو قرارات رئاسية جميلة لكن لم تجسد حتى اليوم. نتمنى إن شاء الله سنة 2023 تكون في انطلاقة اقتصادية قوية إن شاء الله. إن شاء الله. نأتي إليك أستاذ بطريق فيما يخص ربما توقعاتكم للدبلوماسية الجزائرية في عام 2023، نحن على مقربة من اختتام عام 2022، ومثلما أشرنا قبل قليل مع الأستاذ فريد بن يحيى فيما يخص مسار الجزائري الدبلوماسي الذي انتهجته خلال هذا العام، خاصة مع نجاح قمة الجزائر، القمة العربية للم الشمل. الدبلوماسية الجزائرية هي متجدرة في التاريخ. لما انطلقت الثورة الجزائرية هذا من بين قوسين، هناك أساس الجزائريين آنذاك اختاروا ناس على كل حال من مفجري الثورة أن يكونوا مبعوثين للجزائر لتسويق أو لتعريف بالثورة الجزائرية، وهذا خارج الوطن. إذن هذا في هذا لما اندلعت الثورة الجزائرية، وبعدها لعبت أدوار كبيرة
المجال ما يكفيش باش نشرحوا ذلك. اليوم نشوفوا لما نقول دبلوماسية، وكما قال واحد دبلوماسي كبير، قال دبلوماسية وهو الجندي اللي ما عندوش يلبس كوستيم أوش لبس لباس عسكري. يعني هناك أجهزة أمنية كبيرة تعمل وراء الستار، حتى وراء الستار حتى تخلي الدبلوماسي يعمل. دبلوماسية يرسمها رئيس الجمهورية، هذا في الدستور الجزائري. اليوم نشوف الرسالة للسيد العمامرة، أقول زيد نقول رسالة اللي دارها السيد العمامرة مؤخرا، يتكلم باسم الجزائر وكأنه يتكلم كذلك باسم الجامعة العربية، لأنه بند مهم لما تكلم على القضية الفلسطينية، وهي في إعلان الجزائر والبند الأول، معناه الجزائر فعلت لي لما الشمل، الجزائر تريد الجامعة العربية باسم، تقول كذلك نريد دولتين على حدود 67، معناه الوكيل أو الموكل عن إسرائيل ما لابد فعله، يعني كأنه يسألوا احنا اليوم كجامعة عربية هاي موثقة في إعلان الجزائر أن نريد دولتان، أنتم ماذا تريدون؟ على كل حال الموكل على إسرائيل ماذا تريد؟ أمريكا والدول الغربية الذين يساندون أمريكا. الدبلوماسية الجزائرية رجعت بقوة بعد فتور لأسباب لا مجال لذكرها، ولكن عادت بقوة على الساحة الأفريقية العربية المتوسطية. نعم. الإقليمية على كل، واليوم يعني الإشارات تعطيك، شوفي كم من رئيس دولة زار الجزائر، كم. نعم. من رئيس جمهورية، كم من وزير خارجية، الجميع يشاور الجزائر وكم من مبعوثين خاصين إلى الجزائر كما قال الرئيس تبون كذلك في أديس أبابا يومها، قال الرؤساء الأفارقة والأفارقة قالوا إن كنتم، يعني الجزائر هي القاطرة أو هي القاطرة للاتحاد الأفريقي في الإقليم، وهي عنصر ولاعب. نعم. فعال في الإقليم. زيد على ذلك لما شفنا إسرائيل أرادت أن تكون عضو غير دائم أو في إفريقيا، أقول في أفريقيا في الاتحاد الأفريقي، الجزائر والجزائر. نعم. على رأسهم، وجنوب أفريقيا ونيجيريا، هذا الثلاثي لما يتحرك تتحرك أفريقيا مع مصر كذلك وتونس وبعض من الدول، يعني أعاقوا هذا رغم إسرائيل لها حوالي 40 مع علاقات مع 40 دولة، ولكن لما. نعم. تقول الجزائر لا. طيب. معناتها لا، يعني الجزائر رجعت بقوة ونظن ستتكتف. طيب. وصلت الفكرة. المحلل السياسي وحيد بطريقة. السادة الكرام، فريد بن يحيى الخبير الاقتصادي ومختص العلاقات الدولية والدبلوماسية، والأستاذ وحيد بطريق، نشكركم على كل الشروحات القيمة التي قدمتموها لنا خلال هذا الموعد الإخباري. مشاهدي